من عواقب الذنوب حرمان الرزق، حرمان الرزق، وأيضا ذهاب البركة التي فيه، يحرم الرزق وما كان عنده من رزق لا يبارك له فيه، يحرم من البركة. قال وفي المسند إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وهذا تقدم معنا واستشهد على ذلك بهذا الحديث، وأيضا بقوله وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق، وهذا دل عليه الآية التي في سورة الطلاق، قول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله سبحانه وتعالى مجلبة للرزق. إذن يفهم من ذلك أن ترك التقوى مجلبة لماذا؟ للفقر. إذا كانت التقوى مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي، فما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي.